رهيب في الجامعة الألمانية، طالبه في كلية تجارة. أنا في كلوب اسمه أحلام جي سي، هو نشاط طلابي مسؤول عن إن هو يحسن البيئة اللي حوالينا. ده بيبقى من خلال 4 مشاريع اسمهم طريق أخضر، لونها لعلمك ودور. طريق أخضر بيبقى مسؤول عن الطرق، بنردم الحفر، بنلون المطبات، بنزرع شجر. ده عشان يعني نحسن الشوارع للبني ادمين وللعربيات، لان في عربيات كتير قوي بتعمل حوادث بسبب الحفر. في ناس بتبعت لنا عن اماكن حفر بتضايقهم او اماكن على طرق يعني عامه، مش يعني مش شوارع جانبيه علشان ننزل نعملها، عشان دي اللي بتبقى فيها يعني المشاكل الكبيره. يعني لونها بيبقى مسؤول ان احنا نخلي البيئه اللي حوالينا مريحه اكتر للناس. بنعمل كده من خلال ايه؟ احنا بنلون مباني، سواء مباني سكنيه او مدارس. اشتغلنا في الصف، وبنعمل حاجه كمان، بنعمل تسقيف للبيوت. لعلمك بيبقى مسؤول عن ان هو يعلم الناس او يديهم توعيه عن تقسيم الزباله. احنا عاده في مصر الموضوع مش منتشر خالص ان احنا نقسم الزباله ونخلي الاكل لوحده، مثلا البلاستيك لوحده، الورق لوحده، لا احنا بنرمي كله سوا. عندنا حي زبالين هنا في مصر، الناس كده كده بتقسم الزباله هناك، بياخدوا الزباله وبيقسموها هناك، بس طبعا الموضوع بيبقى يعني مش صحي تماما وبيجيلهم امراض كتيره. هم لما تروح لهم الزباله هيقدروا ياخدوها على طول ويعيدوا تدويرها، وده هو المسؤول ان هو يعيد تدوير الزباله. بتبقى يعني الجروب بيقعدوا سوا وبيفكروا مثلا احنا دلوقتي عندنا زي بلاستيك ممكن نعمل منها ايه. طيب تمام، ممكن نعمل منها فازه زرع مثلا، نزرع فيها زرع. ممكن عملوا كراسي من كاوتشات العربيات، وعملوا كونتينرز مثلا يتحط فيها اقلام، وطبعا بيلونوها وبيخلوا شكلها حلو عشان يشجعوا الناس ان هم بدل ما يبقى عندك علبه وترميها، لا انا اخد العلبه دي واخلي شكلها احسن واعيد استخدامها تاني. لحد دلوقتي هو تموين ذاتي مننا احنا كطلاب في ستودنت اكتيفيتي، بس الجامعه برضو بتساعدنا. يعني بتساعدنا من خلال ان احنا مثلا ممكن نجيب سبونسر ينزل الجامعه يبيع حاجه، فاحنا ناخد جزء من الفلوس دي نجيب بيها الماتيريال، المواد اللي بنستخدمها. في الحلو وفي الوحش، بس معظم الناس بتبقى لما بتنزل وبتلاقي حاجه كده تبقى مبسوطه وبيحسوا ان هم لا احنا ممكن نعمل حاجه. وفي الاخر هي دي فكره احلام كلها، ان كل واحد يقدر يعمل حاجه بايده، كل واحد يقدر يلاقي حفره تحت بيته وينزل يجيب اسفلت وسن ويعمل الحفره دي. حد مضايقه شكل مثلا عمارته يجمع صحابه او سكانته العماره وينزلوا يعملوها بدل ما يستنوا ان حد يعمل لهم حاجه.